بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. وكنت أظن أن تهدأ الأمور إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة. وكنت أظنها أن تهدأ، لكن إيه؟ لا تهدأ منين؟ ده أنت لسه ما ابتديتش، لسه ما ابتديتش، واللجنة لسه بتعلن عن التكليفات بتاعتها، وهنبتدي نناقش الامر بشكل موضوعي ونقول والله طالما ان في اهداف احنا ورا تحقيق هذه الاهداف. نبص نلاقي ناس خدت حكم بعدم الهبوط، وناس بترفع قضيه لالغاء الدوري، وناس عايزه تسحب اللقب، وكان اللي عايز يسحب اللقب ده فكرني بنكته الراجل اللي عايز يغيظ مراته سلخ وشه. فكرنا اقول لك ليه. إذن هي حلقة مهمة في توقيت أيضا فيه الكثير من محاولات ترتيب أوضاع البيت الكروي من الداخل، سواء في النادي الأهلي أو إلى الجوار منه اتحاد الكرة. جهود كبيرة واجتماعات كثيرة لإعادة ترتيب الأوضاع من الداخل. حلقة مهمة في توقيت أهم وفيها ست عناوين. وقال كمان هيسحبوا الدرع، لكن لو عن ملوك الصلاة نفتح الحساب. الفوز سهل لكن المكاسب أغلى، شهادة عمر وتامر وكلام لابد منه. اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة. وأخيرا جريشة بين الافتراء والافتراض. ست عناوين إن شاء الله تستمتعوا بمضمونهم. لكن الراجل اللي كان عايز يطلق مراته، يعني البيل اللي رافع القضية المحترم الشخص الذي يفكر بعمق في المصلحة العامة وجلب الحقوق، هو متصور ان هو لو لغى الدوري ما هينتقص من الاهلي حاجة. اولا في امر واقع ان الاهلي مش خد الدوري، لا ده 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 اتسع الفارق وكسب الماتشات كلها المتبقية له بما فيها المنافس على البطولة. إذا أرض الواقع بتفرز بطل لا يمكن سحب اللقب منه. لكن تعال نفترض أنك أنت هتنجح في سحب اللقب، ماذا سيحدث لفريقك؟ ماذا سيحدث؟ لن يشارك في الكونفدرالية، يخرج من أفريقيا من دوري الأبطال، لن يشارك في دوري الأبطال، يرجع تاني ترتيبه الرابع ويشارك في، نطلع كلنا احنا بره، كله يطلع بره، هو ما عندوش مانع الظاهر، بس المهم الاهلي ما يتحسبش. انه كله يطلع بره بس الاهلي يطلع. عموما هي خلينا نبدا برضو حلقتنا بهذه الفقره المهمه. وقال كمان هيسحبوا الدرع. كلام امبارح صدر حكم من مركز التسويه التابع للجنه الاولمبيه في دعوه او في بلاغ تقدم به نادي بتروجيت ونادي الداخليه اللي هبطوا للدرجة الثانية. الناس اللي هبطت الثلاثة متضامنين قدموا شكوى. نظرت هذه الشكوى، اتحاد الكرة المجلس السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ما كانش اهتم بالموضوع، فلا تابعوها ولا الشؤون القانونية في الاتحاد تدخلت ولا اهتمت. صدر الحكم. بناء على الحكم الناس اتكلمت في اتجاهات اللي المهندس عدلي أشار إليها. أنت عندك منطوق الحكم؟ هقول لك النص اللي قال. صدر الحكم اليوم بالنص على: أولا، قبول الدعوة شكلا. ثانيا، وقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018-2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها استمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019-2020 وذلك مؤقتا لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة. نقف الموضوع ببساطة شديدة. طيب اقول لك ثالثا، لانه ليه صله ثالثا، احاله الدعوه للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئه التحكيم المختصه لنظر الدعوه. حلو قوي. يعني الموضوع كله يروح هيئه التحكيم. الموضوع مفصل نفسه. هذا حكم بقبول الدعوه شكلا. طيب هو عشان قبل الدعوه شكلا ما هوش عارف الموضوع هيتحكم فيه في ايه، فقال لك كما كنت، خليك على وضعك، ما تعملش حاجة لحد ما تحكم في الموضوع. إيه اللي هيحكم فيه؟ هيئة مفوض الدولة. إذن هذا ليس حكما بعدم الهبوط. هو حكما قبول الدعوة شكلا، قبول الدعوة اللي قد يكون يترتب عليها
حاجات، فبيقول لك يعني وهذا ليس حكما، يعني ده مش حكم، ده قبول الدعوة شكلا. طيب لكن في التنفيذ لسه الشق الموضوعي لم يبت فيه. إذن ده ما يخص الحكم في الدعوة اللي أقامتها الأندية الثلاثة اللي هبطت. امبارح تابعنا كل تعليقات، حتى اتحاد الكرة أعلن اليوم أنه هيستأنف أمام مركز التسوية ضد هذا الحكم، يعني في درجات تقاضي لسه متاحة. إذن ده مش حكم نهائي. إذن مش نهائي. هو عنده درجة من الاستئناف، وكانت أضيفت درجة في الاستئناف لمركز التسوية علشان الأحكام بتاعتها ما تكونش أحكام نهائية. دي قضية لوحدها. اللي قدموا الشكوى مطلبهم إن هم ما يهبطوش، بس مش مطلبهم إن الأهلي ما ياخدش الدوري أو إن إلغاء الموسم زي ما الناس قالت. دي حكاية تانية بقى. أحد المحامين الزملكاوية الأستاذ عمر هريدي، الراجل دخل على خط الأزمة وحابب يعمل موقف لصالح ناديه، فقدم رفع دعوة قدام مركز التسوية بيطالب فيها، خدت رقم 82، طلب فيها بسحب بطولة الدوري من النادي الأهلي. يعني هو الكلام الأهلي ما ياخدش الدوري؟ طب هو أنت عايز تعتمد الزمالك ياخد المركز الثاني والأهلي ما ياخدش الدوري؟ يروح الزمالك أفريقيا بناء على هذا الموسم اللي أنت عايز تكنسله، بس كمان الأهلي ما ياخدش الدوري. إيه مبررات أو إيه الحيثيات اللي دفعت محامي الزمالك لطلب، أو المحامي الزملكاوي لأنه هو مش محامي نادي الزمالك، هو الراجل رفع دعوة عن نفسه. قال فيها إن السبب في ذلك هو قيام النادي الأهلي بلعب مؤجلات الدور الأول بلاعبين تم قيدهم في الأهلي في انتقالات يناير، وأن هذا يعد مخالفة صريحة لكل اللوائح الدولية ولمبدأ تكافؤ الفرص. يا ساتر. وشدد هريدي على أنه لديه بعض المفاجآت في هذا الملف تؤكد مخالفة اتحاد الكرة للوائح الفيفا. طيب اتفضل علق عشان أقول لك أنا بعض الحقائق. كل الأندية لعبت بصفقات يناير في المؤجلات بتاعها. هو الأهلي لما بيلاعب نادي مؤجل، مش ده كان ماتش بتاع الدور الأولاني؟ نفس النادي ده حصل تعديل على قيمته. يعني كل الأندية في يناير غيرت من بما فيها الزمالك وبما فيها بيراميد. وكل الناس لعبت. هو محدش، بص موضوع المؤجلات احنا قلنا من أول يوم، من أول يوم، وده بيقودني تاني، هو احنا يعني متحيزين لأني حكم؟ أبدا، أنا مش متحيز لأي حاجة، أنا عايز كل واحد ياخد حقه بصراحة يعني. وده اللي كان مخوفنا، ده اللي كنا بالنادي بيه وقلنا يا جماعة انكم انتوا بالموسم بتاعكم ده بتأدوا موسم استثنائي وموسم اي حد ممكن يطعن عليه. وقلنا ما تأجلوش لما بعد البطولة الافريقية، وقلنا قلنا قلنا قلنا، محدش استجاب لينا وافتكر ان احنا بنطلب هذه الطلبات لصالح الاهلي. فلما يجي النادي الاهلي تحت اي تاجيل وتحت اي نظام بيكسب وبيحقق اللي هو عايزه، لا ندور له بقى على ايه، سلبيه من السلبيات اللي احنا اخترعناها، هم اللي اخترعوها هم سببها. يعني اللي بيطعنوا على الكلام ده شركاء في هذا الامر، لان الكلام ده كان ينبغي ان يحسم في حينه. طيب مهندس عدلي قال نقطه منطقيه جدا، هو لما انت اجلت مؤجلات الاهلي او مباريات للاهلي، الاهلي لعب الماتشات دي مع الفرق ديت، الاهلي بس اللي استخدم لعيبته الجداد والمنافسين ما استخدموهاش، ولا تكافؤ الفرص اللي بنى المسخ اللي كله عمال يرددها من غير حتى ما يتوقف ثانيه؟ يعني انا متاجل لي مباراه للاهلي وبيراميدز من الدور الاول، جيت العب بيراميدز في الدور الثاني، انا استخدمت الصفقات الجديده بتاعتي اللي جبتهم في يناير، طب وبيراميدز ما استخدمهمش؟ ولا انا لعبت مع نفسي؟ يعني ارجوكوا بملايين موضوعيه وعقلانيه شويه. عارف ايه فكرني بايه؟ بس يعني هسيبك بالوقت المحتسب بدل من ضائع. لما يجي الاهلي يجيب جوان في الدقيقه 94 و95 يقول لك اصل حسب له وقت، طب ما ممكن نخش فيه جول مثلا. اللي انت الا اذا كان هذا اعترافا منك انت الذي تعترض بان الاهلي متفوق يستحق الفوز. هقول لك يا عم هريدي، لما الدوري السنه اللي فاتت
لغايه نهايه ديسمبر 2018، يعني خلاص هنبدا في يناير فهنستخدم الصفقات الجديده، كله هيسجل اللعيبه بتاعه يناير ويستخدمها في الدور الثاني. معاك حق، لو الاهلي كان هو لوحده اللي استفاد من صفقات يناير لعب بيها مؤجلات من الدور الاول، معاك حق، كان يبقى موضوعي. لكن لما تعرف انه لغايه 31 ديسمبر 2018 الاهلي كان لعب في الدوري 12 مباراه في الدور الاول، كان لعبهم الاهلي لغايه نهايه 2018، يعني من اصل 17 مباراه في الدور الاول المفروض يلعبهم قبل صفقات يناير، يعني كان عنده 5 ماتشات مؤجله. دول الماتشات المجروحين اللي سيادتك شايف انه الاهلي الوحش استخدم فيهم صفقات يناير بخرق لتكافؤ الفرص مع بقيه الانديه. لعبهم مع مين؟ طيب الاهلي الخمس ماتشات لعب مع بيراميدز وسموحه والمقصه وانبي والزمالك. كل نادي من دول استخدم صفقاته الجديده بتاعه يناير وهو بيواجه الاهلي. بلاش دي. الزمالك نفسه المنافس المباشر اللي انت سيادتك رافع الدعوه علشان تاخد الدرع من الاهلي وتوديه للزمالك، والزمالك ما كانش عنده مؤجلات. الاهلي كان عنده 5 مؤجلات لانه كان مكمل في افريقيا للنهايه وشارك في البطوله. الزمالك كان عنده 3 مؤجلات لعبهم بصفقات يناير، ومباراه واحده كان تكفي لخرق المبدا، يعني مش بنعد احنا. لكنه زي ما الاهلي كان عنده 5 مؤجلات استخدم فيهم صفقات يناير، الزمالك كان عنده بيراميدز والاسماعيلي والاهلي. يعني بيراميدز لعب بصفقات يناير في الدور الاولاني المؤجل مع الاهلي ومع الزمالك، بيراميدز صاحب المركز الثالث وكسب. وكسب يعني استفاد من اللعيبه، يعني الاهلي ما كسبش الماتشات دي عشان تيجي تقول لي هو لعب. طيب هي دي بدعه، هي دي بدعة من البدع اللي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا ده عرف الكرة المصرية في ظل المؤجلات؟ الزمالك، نادي الزمالك نفسه، طبعا هي في كل الدول ماتشات بتتأجل فانت بتستخدم اللعيبة الجديدة. كل المؤجلات لما بتقام في توقيتات لاحقة بتستخدمها اللعيبة المتاحين عندك دلوقتي. لكن الزمالك نفسه لما فاز بالدوري في 2016 2017 كان بيلعب في دوري الابطال وقتها. موسم 2016 2017 اللي ما كسبش فيه الدوري الزمالك، ولكن كان مشارك لغايه نهائي دوري ابطال افريقيا، يعني مشاركته في دوري ابطال افريقيا لغايه لما لعب الفاينل وخسر من صن داونز كان عنده مؤجلات كتيره. وفي الاهلي السنه دي او السنه الاخيره دي، الزمالك لغاية خرج من صن داونز يوم 23 أكتوبر 2015، كان الدوري في هذا الموسم بدأ يوم 15/9، لغاية لما الزمالك انتهى من مبارياته الأفريقية ديت يا باشمهندس كان اتلعب في الدوري عموما 5 أسابيع فقط. الزمالك لعب فيها مباراة واحدة من الخمسة، اتأجلت له 4 مباريات، الإنتاج الحربي والشرقية والمقصة وطلاع الجيش. لعب الزمالك مع الانتاج الحربي والشرقيه قبل انتقالات يناير، ولعب بعد كده كله بصفقاته الجديده زي ما هو واضح قدام حضراتكم. يعني دي مش بدعه. لا سيبك، هي بدعه ومش بدعه حسب اللي عايز يستغلها. هو ما بيفكروش في اللي بيحصل لهم وبيستفيدوا منه، هو بيستهدفك. والله لا كسب يروح دالق شويه ملح على الجرح ويهيل التراب على اي انجاز بيتم، وكان هناك محاباه، والناس ما تشوفش الا دي وتقيس عليه. ده انت عارف في الموسم اللي انا بقول لكن عليه. هو ما الزمالك كان المفروض يلعب مع طلائع الجيش في الاسبوع الثاني، لعبه بعد الاسبوع 24، والاسماعيلي السنه اللي فاتت واخد بالك، والاسماعيلي السنه الاخيره. يعني هي بس مش فكره ان انا عايز زي ما المهندس عادل بيقول ارمي شويه اي حاجه على بطوله للاهلي، اشكك واتلكك واقول اي حاجه. طب انا ممكن اقول لك حاجه تاني. طب انا ممكن جدا جدا اكون انا فول تيم في الدور الاولاني ويحصل لي اصابات كتير في الدور الثاني، او لعيبه تخرج من عندي. هيحصل ايه بقى ساعتها؟ مثلا. طب هو كل التخطيط يا عم، انا بقول لك شوف والله اصل ايه، من نياتكم ترزقوه. هو كل التخطيط بتاع تاجيل الماتشات
3 للزمالك و2 للاهلي لما بعد كاس الامم الافريقيه، كان ايه الهدف منه؟ اتاحت الفرصه للزمالك انه فرجاني ساسي يرجع. مش كده؟ لا والله. وربما حرمان الاهلي من رمضان صبحي. مش كده؟ الهدف الثاني حصل ايه؟ لعب رمضان ورجع فرجاني لعب. لا جنش اهم من وصيب. فرجاني بقى بالنسبه للزمالك. جنش اصيب. اصيب. ما حدش يقعد يخطط ويقول انا ازاي كيف استفيد. انت تستفيد ان يبقى عندك تيم. بالظبط. ينقص واحد، ينقص اثنين. بالظبط. ما تتهزش. بالظبط. ادي الاستفادة، تبقى جدير. ايه الجداره هنا؟ ايوه. هو انا لما لعبت ويوميها الصبح اتسجل الكابتن عبد الله السعيد عشان يلعب قدامي في يوم جمعه وخسرت الماتش، هنقعد بقى نتكلم ما بترصدوش الحاجات دي ليه؟ مثلا ده انا بلعب بيراميدز مباراه مؤجله ويسجل اللاعب يوم الجمعه الصبح. كل الناس بتستفيد. ما خلاص، يا انت فرقتك جاهزه تحقق الفوز يا مش جاهزه تحقق الفوز، يا يطلع لك بقى تحكيم اعلام بربنا. عموما طبعا اي حد من حقه يلجا يعني حق التقاضي ده حق مكفول، لكن احنا بنتكلم على الحيثيات والمنطق وحفظ الحقوق، لانه في الاول وفي الاخر والهدف من القضيه، الهدف من القضيه مش حفظ حقوق، الهدف اهدار حقوق، لانه انت بتحفظ حقوق مين؟ بلاغ زي ده او شكوى زي ديت او دعوه زي ديت، ايه الهدف منها؟ اغاظه الاهلي لا اكثر ولا اقل، لانك عايز تحفظ حقوق الزمالك. طيب ما هو الزمالك اللي انطبق على الاهلي ينطبق على الزمالك، وانطبق على الزمالك الموسم ده والمواسم اللي فاتت وعلى كل الانديه. هو الاخطر شيء، وده ما درسوش. لو كسبت قضيتك دي الزمالك هيلعب افريقيا فين؟ في الكونفدراليه ولا في دوري الابطال؟ لا دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو الاهلي لما تاجلت له المؤجلات دي كلها كان ترف ولا مجامله ولا هديه للاهلي؟ ما احنا عرضنا على مدار فقره طويله جدا ايه اسباب المؤجلات، وقلت لكم ارجوكم ما اسمهاش مؤجلات، اسمها اعاده ضبط مواعيد. وشفنا وقتها انت حاطط جدول بتقول الاهلي يوم 3 اكتوبر يلعب مع طلائع الجيش، تتعمل قرعه افريقيا تلاقيك يوم 3 اكتوبر المفروض تكون في دوله افريقيه، وريني حلها. التعارض اللي حصل، وده تاكيدات حتى الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات اللي قدم استقالته بنشكره على كل اللي عمله، لكن انت حطيت جدول موسم مضغوط، موسم استثنائي، ارتباطات للمنتخب، فجاه بقت تعارضات شديده جدا لدرجه انه كان في بعض الحالات في نفس اليوم عايز تلعب هنا وتلعب المفروض في افريقيا، او عايز تلعب مباراه في الدوري والمنتخب ياخد لعيبتك. بعد ما التصادمات الكتيره اللي حصلت في المواعيد كان لازم لجنه المسابقات تعيد ضبط المواعيد. هتقول لي مؤجلات، مؤجلات يعني ايه؟ هي مباراه واحده اتاجلت للاهلي مع الجونه كان يمكن للاهلي ان يؤديها وما طلبش تاجيلها، اجلتها لجنه المسابقات لان لقت نفسها مضطره تاجل للمصري كان مسافر الجزائر، فقال لك بالمره عشان ما حدش يقول اشمعنى. دي المباراه الوحيده اللي اتاجلت للاهلي، الاهلي والجونه. غير كده ما بين تعارض مع الاجنده الافريقيه بتاعه المنتخبات او تعارض مع مواعيد المباريات الافريقيه او البطوله العربيه. كل هذه التصادمات ادت الى هذه التاجيلات عشان نلاقي حد يتلكك ويقول لك يرفع دعوه ويسحب اللقب كمان. الا بالمناسبه هو الدرع فين؟ انت فكرتني يعني اصحابه الدرع الذي لم يتسلموا الاهلي. مش كان المفروض في احتفاليه كبرى باحد الفنادق عشان يتحرم حتى جمهورك من المتابعه الميدانيه فين الدرع وفين الاحتفاليه؟ راح فين الدرع؟ سؤال، ما مصير الدرع الان؟ عايزين تسحبوا اللي انا ما استلمتوش. طيب، اللجنه المؤقته والتنميه المستدامه، كلام مهم جدا في ترتيب اوضاع البيت الكروي بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد.
اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة. اللجنة المؤقتة حضراتكم تابعتوا، الاتحاد الدولي لكرة القدم كان وافق على مقترح مصري بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بعد قبول استقالة المهندس هاني أبو ريدة ومجلس إدارته بالكامل. وأول امبارح استقال أيضا اللي هو ثروت سويلة من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، واستقال المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات علشان تتاح الفرصة بالكامل للجنة الخماسية المؤقتة اللي بيترأسها الأستاذ عمرو الجنايني ومعاه نائب الرئيس الدكتور جمال محمد علي ومعاه الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق. دي اللجنة الخماسية. أنا فهمت كمان إن جميع رؤساء المناطق واللجان التي سبق تشكيلها في إعداد المستقلين وسيتم التعديل عليهم ما عدا وليد العطار اللي انتقل، كان مدير لجنة شؤون اللاعبين تولى مهمة المدير. بس أنا مش عارف هو يجمع بين الاثنين ولا ساب. لا هو بشكل مؤقت طبعا، بشكل مؤقت حسن موسم لازم يبتدي. صحيح. فلجنة شؤون اللاعبين لجنة مهمة جدا يعني. إذن هي اللجنة المؤقتة اللي عليها مهام كبيرة جدا وأحلامها ومسؤوليات جسام. عندك منطوق التكليف بتاع الاتحاد؟ عرضناها الاسبوع اللي فات، لكنه هو اربع خمس مطالب. مع ان عايز بس ايه، نفسي يعني نتعرض لهم عشان هم دول مربط الفرس. شوف، هذه اللجنه رقم واحد تطلع باجراء التعديلات اللازمه والكافيه على نظام الاساسي للاتحاد. يعني أي تعديلات مطلوبة على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة هذه اللجنة مفوضة بها. رقم اثنين يعني تسيير العمل اليومي بالاتحاد، كل شؤون العمل اليومي بالاتحاد دي مسؤوليتها. رقم ثلاثة الدعوة لإجراء انتخابات على اللائحة الجديدة على ألا يكون من حق أعضاء اللجنة الخماسية الترشح. ضبط ما يتم من تعديلات مع اللائحة الدولية بما يمنع التعارض مستقبلا، وتسليم مفاتيح الاتحاد للمجلس الجديد قبل 31 يوليو أو 30 يوليو أو لو قبلها لحين انتخاب مجلس جديد. أيهما أقرب؟ ما إدارة المنتخبات ده مش تكليف، هي دي مهمة طبيعية. طيب مؤكد أي تعديل في أي مكان بيبقى فيه ثلاث أربع ردود فعل. ناس بتبقى مرحبة ومتفائلة، ناس بتبقى محبطة ومتشائمة، ناس بتبقى مترقبة ومستنية إيه اللي هيحصل عشان تستطيع أن تقيم الأمور. وفي ناس بقى بطبيعتها بتبقى مرتابة مما يحدث وقلقانة. ممكن المشاعر دي كلها تبقى مفهومة فور إعلان أسماء اللجنة، ولكن مع المؤتمر الذي أداره وقدم نفسه فيه الأستاذ عمرو الجنايني وهو صديق زملكاوي كبير. والأستاذ عمرو الجنايني أنا واحد من اللي كانوا مترقبين بقلق بصراحة، يعني اللي دريت بيه كنا بنقعد نغيظ بعض ونتكلم على بعض وفاهمين يعني هو بيعمل ايه مع السوشيال ميديا وكده. ولكن الحقيقة وللإنصاف ولصالح العمل في كرة القدم، بمجرد ما تم قراءة التكليف بتاع تعيين هذه اللجنة بدأ الاطمئنان يدخل قلبي. الناس دي جاية على حاجات محددة، والحاجات المحددة دي أستاذ إبراهيم كانت مطالبنا كلنا. يعني الاتحاد الدولي تنبه إلى أن في مشكلة في كرة القدم ما تتحلش إلا بالخطة الطريق اللي هو حطها في التكليف دي. أهمها العمل على إعادة صياغة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وتعديل البنود التي تسمح بالهيمنة
وتمنع الرقابة. تخيل النظام الأساسي بتاع الجمعية العمومية بيسلب الجمعية العمومية حق الرقابة على الأداء. يعني كنت تيجي تقول إيه كويس، ما هو ده لو الجمعية العمومية تنبأت هتحاسب فلان وفلان، يتضح إن مش من حق الجمعية العمومية بنص التعديل اللي دخل عليها، وإن هي اعتمدت من الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي تنبه لهذا الأمر، وده بيدل على إيه؟ إن في رؤية للصالح العام تقود كرة القدم دلوقتي. هي إيه الرؤية وهو إيه جدول أعمال هذه اللجنة؟ ده كانت نقطة أولى تحدث عنها الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت حاليا، نشوفه. عندي حاجات أساسية لازم إن إحنا هنشتغل عليها. يمكن أول حاجة تسيير الشؤون الإدارية اليومية لاتحاد الكورة، طبعا الدي تو دي ده كله هيمشي إن شاء الله زي ما هو وأحسن بكتير بإذن الله. اتنين، مراجعة النظام الأساسي للاتحاد المصري ليتوافق مع قواعد ولوائح الاتحاد الدولي. اللي أنا وعدكم بيه يا جماعة إن كل ملف هيدرس هياخد حقه تماما 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 من الدراسة، وما أوعدكم بيه إن هو التنفيذ الجيد، التخطيط الجيد الأول وبعدين التنفيذ الجيد اللي وصلنا للمكانة بتاعت الكرة المصرية. هو ده بقى البند اللي أنا بقول لك شديد الأهمية، والذي أكد الأستاذ عمرو الجنايني على إنه تكليف ما فيش طرف انك انت ما تعملوش، لازم هتعمله وهياخد حقه من التخطيط الجيد ثم دقه التنفيذ. ولان لما بقول هذا الكلام اي واحد انسان يعني يقود مكان يطلع يقول هذا الكلام بيلزم نفسه امام الراي العام، وهذا ميثاق بين اللجنه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني والوسط الكروي. وهتلاحظ إن في كل جملة كان في يعني تأكيد من جانبه إن أنا هكون على درجة عالية من الحيادية والموضوعية في كل شؤوني، وإن حتى وصل الأمر فيه، أنت فاكر لما قلت يا ريت كلنا نبعد عن السوشيال ميديا الفترة الجاية دي؟ أعتقد إنه قالها، أنا سمعتها منه، إن مش هتجدوا لي تواجد في هذا الأمر. كل ده كلام يعني يا أستاذ إبراهيم إن في حد عايز يتحمل المسؤولية وبيلزم نفسه أمام الرأي العام وهيحاسب عليها. هذا في حد ذاته يدعو إلى الطمأنينة ويدعو إلى تعالى بقى كلنا نصدق ونشتغل ونعاون بعض عشان نحقق هذه الأهداف. هل هيتم الشغل فعلا صح ولا بدون غرض؟ نشوف عمرو الجنايني. شيل أي أغراض أو مجاملات من نفسك، ما تجيش هقول لك بقى إيه هيحصل يا يا لأ لأ، هننجح إن شاء الله هننجح. وشوف فرحتنا وإحنا واخدين كاس كنا عاملين إزاي، شوف حتى حالتنا النفسية اللي بتأثر علينا في بيوتنا وين. محدش هيجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا شايفين ان احنا ممكن ان احنا نعمله خلال الفترة اللي جاية هو السيستم والعلم والاجتهاد والالتزام. ارجع لاخر نقطة انا قلتها وهي الالتزام. لو كل واحد عمل اللي هو بيعمله بس كما ينبغي ان يكون، هنروح يا جماعة في حتة تانية خالص. أنا عارف اللي بيقول لك أنا جربتها قبل كده وحصلت، مفيش مرة بتخيل نروح لبلاد تانية حصل لها مشاكل كتيرة جدا جدا، الحمد لله ما حصلت لناش. يعني تأكيد زي ما قلت على إنه المسألة مش مسألة انتماءات، هيكون فيها السعي الجاد والمجرد والشفافية والالتزام بتحقيق الحيادية المطلقة في العمل. كل ده كلام لما يطلع يتقال في مؤتمر أستاذ إبراهيم معناه
يعني الجملة المنطقية حاسبوني على هذا الكلام. فأنا ده يطمئن، يعني ده يخلينا نشتغل ونقول إيه، تعالوا نجرب نشتغل على الأهداف كلنا مع بعض. والله العظيم لو اشتغلنا على الأهداف يا أستاذ إبراهيم كلنا مع بعض ونسينا انتماءاتنا، والله سيحدث خير كبير جدا للكرة المصرية. شوفوا، عشان كده يمكن عنوان الفقرة دي اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة، لأنه دي فرصة تاريخية. احنا دايما كنا بنشتكي انه مجلس إدارة الاتحاد اللي موجود بيرتب للي جاي وبيظبط المسائل كلها على مقاسه هو، وبيعدل في اللائحة اللي تخدم أغراضه، ويبعد المنافسين اللي أشداء عليه، فبالتالي بيهيئ كل الظروف انه يستمر، لدرجة انه كان خلاص تقريبا عدل لائحة النظام الأساسي وشال بند الثمان سنين. أهم حاجة عشان يستمر بيفصل الجمعية العمومية على مقاسه بالزبط، اللي هي تقدر تجيبه باستمرار ويضمن انها دايما بيخدم على مصالحه هو. فانت عندك فرصة تاريخية انك يجيلك تشكيل لجنة، اولا الفيفا اللي اقرها وشكلها، فبالتالي الفزاعة بتاعت الاستقواب الخارج بخ، محدش هيقدر يتكلم فيها، الفيفا هو اللي مشكلها او هو اللي موافق على تعيناتها، ان يكون عندها هذه الفرصه لا تستمر. والاهم يا استاذ ابراهيم ان هو اللي حاطط لها هدفها، تمام، تستمر لمده سنه وعندها جدول تكليف وعندها وقت كافي جدا انها تشتغل علشان تقدر تنجز حاجه، ولما تنجز حاجه بتنجز بناء تشريعي يشتغل عليه اللي يجي. هتعدل لائحه نظام اساسي، فتدي فرصه ان انت هتهيكل المسابقات بشكل علمي ودقيق، هتدي فرصه اللي بعد كده يكمل، هتهيكل درجات المسابقات بشكل ما هواش فيه اهداف ولا اغراض انتخابيه بقدر ما فيه مصالح فنيه مباشره. كل اللي انت عايز تعمله من تخطيط لمدى ابعد دي تنميه مستدامه، هو ده اللي يضمن فعلا الكره المصريه تتطور وتتغير على مستوى الفكر مش على مستوى الافراد، ده يسيب ده وده يجيب ده وده يغيب دوره عشان يرجع تاني. الكلام ده مع لجنه زي كده هتحط تشريعات جديده وتبني ارضيه جديده نقدر نبني عليها احسن. عشان كده سيبكم من فكره كل الانتماءات، وسيبكم من منازعات الكلام والناس اللي كان ممكن بتهزر مع بعضيها، ده وقت الشغل والشغل اللي بجد. نشوف عمرو الجنايني وهو بيتكلم على حته الانتماءات والمسؤولين بين الاهلي والزمالك ازاي كانوا وحده واحده وازاي ممكن يرجعوا تاني. أنا بس عايزة يعني عشان بقى نتكلم في النقطة دي ونقفلها خالص ونقفل. بصوا يا جماعة، تعالى حاسبني وأنا بتكلم على حاجة زي كده، تمام؟ وأنا في شكل رسمي أو على وسيلة رسمية، بس ما ينفعش وأنا بهرج مع واحد صاحبي تيجي تقول لي أنت بتعمل كذا وبتعمل كذا. anyway خلينا بس إيه نتفق إن اتحاد الكورة هنتكلم على 90% من اللي جم مسكوا اتحاد الكوره يا من الاهلي يا من الزمالك. ما تقوليش لا اصل اصل ده متعصب وده مش متعصب. بصوا بس، قبل انا يا جماعه ما اكون زملكاوي انا مصري، تمام؟ وكلنا وقبل اي حد اهلاوي ما يبقى اهلاوي هو مصري. كل ما هو اقدر اقوله لك ان هو تعالى امسك فيا وقول لي في عدل ولا مفيش عدل، في تطبيق لوائح ولا مفيش تطبيق ولا لوائح، مالكش دعوه بقى. وليك عليا ان انا عمري ما هيحصل ان في كلمه هتطلع وانا متولي المسؤوليه والكلام ده، ولا يهز اي حد بشعره. اللي انا بقوله انا يا جماعه بقالي 33 سنه بشتغل، تاني هقولها للمره أنا والله العظيم عمري ما فشلت. واللي شاف برضو خطاب سيادة الرئيس الأخير في مؤتمر الشباب قال كلمة جميلة جدا عدت على الناس كلها، أنا ما قالك المجاملات، لا أنا مش هجامل، أنا لو جبت لي سكينة على رقبتي أنا مش هظلم، أنا اتعودت في شغلي أنا لا بحب ولا بكره، وأعتقد هو ده سر النجاح. بحب واكره، ده صاحبي اللي انزل اخرج معاه، ده صاحبي اللي اروح ازوره ويجي يزورني، تمام؟ اما شغلي فما عنديش تهريج ومفيش مهادنات لكل اطراف المنظومه.
واعتقد مع وجود الناس كل الناس المحترمه اللي موجودين في هذه المنظومه ان الكلام ده مش هيزعل حد خالص. ف تمسكني في ايه او تقول لي التزم معاك بايه؟ التزم معاك بالحياد، التزم معاك بعدم الكيل بمكيالين، التزم معاك بعدم مجاملة اي طرف من اطراف المنظومة على حساب الطرف الاخر، هو ده اللي تحاسبني عليه. انما تقول لي فلان صاحبك وفلان مش صاحبك، معلش مع احترامي يعني كتير. يا جماعة كابتن محمد حسن حلمي، كابتن محمد حسن حلمي كان رئيس اتحاد الكورة، ها، واللي راح اداله صوته كابتن صالح سليم رحمة الله عليهم الاثنين. طيب ده اللي انا بقوله. تاني اكد تحاسبني على ايه؟ اذا كان في مجامله، اذا ما كانش في حياد، اذا ما كانش في، اذا كان في كلب مكيالين. وقال تعالوا حاسبوني لو حصل كده. الثلاث حاجات اللي هو اكد على انه لن يكون هناك مجامله، سيكون هناك حياد، لن يكون هناك كلب مكيالين، ثم دعا الى ان لو لقيتوا حاجه زي كده تعالوا حاسبوني. هنا مربط الفرس. ولذلك يجب عشان نكون ما فيش مراهقه فكريه عندنا، ان احنا عمالين نقبل في بعض ونرفض في بعض على اسس عاطفيه او اسس ان انت مرتاح او مرتاب. احنا شايفين شواهد قدامنا ان في تارجت حطه الاتحاد الدولي بيلزم بيه لجنه هنحاسبها على هذا التارجت، ومن واقع الالتزامات التي يعني ألزموا بنفس أنفسهم بها أمام الرأي العام. ده كلام محترم جدا ومقبول جدا. وقال لك مش هتلاقوا لي كلام، وهو ده الصح. يعني هو دلوقتي في حتته كل كلمة هتتقال على التواصل الاجتماعي بتاعه هتبقى محسوبة. وما أظنش أنه هو يعني هيهزر مع أصحابه وهو قاعدين مع بعض ماشي، ويخرج مع اللي هو عايزه زي ما هو قال. لكن أمام الرأي العام فليقدم نفسه كما قدم نفسه الآن، وباستمرار فليقدم نفسه كشخص مسؤول له يعني أمام الرأي العام التزاماته يحاسب عليه. وهي دي يعني طبيعة التكليف في المرحلة الصعبة. الناس لازم تقفز فوق حتة الانتماءات والحسابات الضيقة الصغيرة. واستشهد الأستاذ عمرو الجنايني باسمين من الرموز النصعة في تاريخ الكرة في مصر، مش بس الأهلي والزمالك، كابتن حلمي زامورة وكابتن صالح سليم. هو بس فيه يعني للأمانة وللمعلومات أو للتاريخ كمان، لأنه اتقال برضو في برنامج الزمالك امبارح أو أول امبارح، حد بيقول لي اتقال إنه لما كابتن حلمي زامورة ترأس اتحاد الكرة الأهلي خد ثلاث بطولات أو بطولتين وبعد جواب شكر لكابتن حلمي زامورة. عشان خد ليه؟ هي المسألة لا على أساس دليل الموضوعية. لا يعني الأهلي لما يكسب بطولة الدوري هيبعت شكر رئيس الاتحاد؟ هي بس للمعلومات وللتاريخ. كابتن محمد حسن حلمي وهو واحد من رموز الكرة المصرية صدر له قرار، كان رئيس جهاز الرياضة في نهاية السبعينات كابتن عبد العزيز الشافعي، واحد من رموز الحركة الرياضية المصرية في تاريخها. يعني يقدر المهندس عادل يتكلم عنه من هنا لبكره. طبعا كل الضوابط الاداريه وكل القيم وكل النظام وكل المفاهيم الرياضيه والروح الرياضيه، كل القيم الرياضيه السامحه. افتخر واشرف ان انا كنت احد تلاميذ هذا الرجل. فكان اصدر الكابتن عبد العزيز الشافعي وهو رئيس جهاز الرياضه وقتها قرار في 25 مايو 78 بتعيين مجلس مؤقت لإدارة اتحاد الكرة. حل الأول مجلس النائب محمد أحمد عليه رحمة الله. حل مجلس محمد أحمد، كان انتخب مجلس محمد أحمد في 11 سبتمبر 73، تم حله وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت. اللي عين مين؟ اللي بيعين رئيس نادي الزمالك هو كابتن عبد العزيز الشافعي، أحد أكبر رموز النادي الأهلي والإدارة الكروية في مصر. فشوفوا الرمز التاريخي للإدارة في مصر عبد العزيز الشافعي يختار رئيس نادي الزمالك عشان يكون على رأس مجلس معين في اتحاد الكورة.
فيختار معاه مين بقى؟ كابتن حلمي زامورا. يختار النائب بتاعه الكابتن عبد المجيد نعمان، واحد من رموز الاعلام الاهلاوي الكبار، واحد من لاعب النادي الاهلي القدامى، وكان رئيس لجنه الحكام، وعنده تاريخ كبير جدا مشرف. فيجي كابتن نعمان نائب لرئيس هذه اللجنه، ويجي معاهم امين صندوق الاستاذ طلعت عبد الحميد، ويجي معاهم في العضويه الكابتن عبد الوهاب سليم الشقيق الثالث للكابتن صالح والكابتن طارق عليهم رحمه الله، والكابتن احمد الخولي، والكابتن الديبه محمد دياب العطار، ومحمد صبري. ده التشكيل. محمد صبري ال لا ده التشكيل، لا مش ده، لا ده بتاع وزاره الشباب. ايوه ده التشكيل اللي اشتغل مع الكابتن حلمي زامورا. الاهلي ما خدش بطوله، لانه هذه اللجنه فقط اشتغلت لمده 4-5 شهور، انتهى عملها في 11 ديسمبر 78، يعني من 25 مايو ل 11 ديسمبر فقط. وتم بعدها تعيين مجلس جديد لاتحاد الكره برئاسه برضه رمز اهلاوي كبير، ايه الكابتن مصطفى علواني، او اللي هو مصطفى علواني الكسار. مصطفى الكسار، واحد من رموز برضه الكره الاهلاويه والكره المصريه. والد عمرو علواني وجد رانيا، والد الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي للكره الطايره ورئيس الاتحاد الافريقي، واحد من رموز النادي الاهلي الكبار، وجد الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي. فبصوا القمم اللي كانت بتدير وثقتها في بعضها عامله ازاي. هذا كان تناغم بين الكابتن حسن حلمي مع كل هذه القمم الاهلاويه. دي مرحله يا باشمهندس لازم بكل عشان كده ترجع، عشان ما هو ترجع. وعشان كده انا بقول ايه، المناخ اللي كان يدفعنا للارتياب، ها، في تجربه قدامنا قد تعيد تصويب كل الامور. بالظبط. هذه التجربه من منظور التكليف ومن منظور المؤتمر اللي اتعمل بدات تبدد قلقي، بالعكس ادعو الى التعاون المطلق لتحقيق هذه الاهداف. شوف دي الخمس شهور فقط اللي الكابتن محمد حسن حلمي ترأس فيها اتحاد الكوره، والكابتن صالح ما راحش اداله صوت لسبب بسيط، ان الكابتن صالح ما كانش في مجلس اداره الاهلي 78. الكابتن صالح ما كانش هو اللي موجود على راس قياده النادي الاهلي، هو جه في 80، كان وقتها رئيس النادي الاهلي الفريق مرتجي، وكان المهندس عادل القيعي احد اعضاء هذا المجلس اللي كان على راسه الفريق مرتجي، ويمكن انت اللي رحت اديت الصوت. يعني التفاصيل والله انا مش فاكر، لكن يعني كابتن نعمان الله يرحمه كنت بسمع منه كلام هايل جدا على الفتره دي. بص على حلمي زامورا دي تحمل مسؤوليه بقى. وده النضج يا استاذ ابراهيم، وده انك انت تشوف بلدك اهم. لكن ممكن جدا تيجي في وقعه من الوقاعة ولا بتاع، تقعد انت واصحابك تقولوا لبعض كلام انت حر فيه، بس ما تنقلهاش على الراي العام، لانها مش كل الناس هتتحمل انها تسمع كلام يضايقها يعني. فانا شايف التحدي الاكبر دلوقتي ان ربنا يوفقهم في تشكيل اللجان، يعني حتى لجنه المسابقات. طب سمعت انه في رغبه طموح انك انت تجيب لجنه مسابقات او تجيب خبير لاداره لجنه مسابقات من الدوري الانجليزي، هل ده ممكن؟ والله احنا كده هنحرج نفسنا. هنحرج نفسنا طبعا، انت جايب واحد بثقافه مختلفه على مناخ هنا يرتبوا ازاي يعني؟ هنستحمل اللي هيعمله الراجل ده، ولا هنرجعه يتكلم يعني فلاحي وصعيدي؟ يعني هنتكلم بلغه النظام والانضباط ان هو كل يعني. انا شفت رئيس اتحاد رابطه الانديه كان جاي يعمل ندوه في مصر وانا حضرتها، كل سؤال يتسأله معاه كتاب قد كده وعامل كده زي دفتر التليفون، يروح فاتح ومجاوب منه. طبعا هو عارف الاجابات كلها، لكن ما بديش نفسه فرصه انه فاهم اللي قدامه ان ده رايه. لا يجتهد بره النص. انا اجيب لكم النص اهو. ايوه واخد بالك؟ هنشتغل كده يا ريت يا ريت. لكن يعني اقول لك حاجه، انا اشتغلت لفترات طويله في لجنه المسابقات ولفترات طويله في لجنه شؤون اللاعبين، وتزاملت مع اقطاب زملكاويه واسماعيلاويه. عارف واحد من الناس اللي كان بيبهرني في لجنه
المسابقات والجداول كان مين؟ وشخص واسماعيلاوي زملكاوي يعني قح، المهندس محمد حسين عثمان ربنا يمسيه بالخير، وواحد من أكفأ الناس اللي مسكت هذا المكان، وكان بيشتغل بتجرد. انت اصلك انت متخيل ليه انك انت لو عملت النظام ده يفيد فرقتك؟ جبتها منين؟ هو التعديلات اللي بتبقى مريبه، لكن لو انت حطيت نظام من اول السنه واللجنه زي ما بتقول كده انها هتلتزم بيه، ما فيش اي لعب فيه الا يعني هو هيجي له لقطه هيحلف ان الدوري هيبقى له تاريخ محدد ونهايه محدده. اذا ده حصل اتمنى انه ليه لا ما نفكرش في رموز زي دول. دي كانت حاجه رائعه جدا يعني، وكانوا ناس كويسين جدا. والهدف زياده او رفع قيمه المنتج الكروي، هل ده هيتم ولا لا؟ نشوف عمرو الجنايه. احنا يا جماعه معلش المنتج بتاعنا تسعيره، يعني انا معلش انا راجل بتاع فلوس برضو، تسعيره في البلاد الشقيقة والبلاد المنطقة اللي احنا فيها يكاد لا يذكر. احنا بيدفع ارقام اولمبية في البلاد التانية. احنا فاكرين زمان يا جماعة ماتش الاهلي والزمالك كان بيتباع حقوق التلفزيون بكام للارضي، كانت حاجة مش معقولة. المكانة دي للأسف هي مؤقتا بعدت عننا، بس اللي أنا يمكن برضو أوعد بيه إن بالشغل الكويس وبالاجتهاد أعتقد إن والله هنروح في حتة تانية خالص. بس أول حاجة الركن الأساسي وهو الإعلام اللي أنا بقى بقوله لكم، طالبين دعمكم، طالبين وقوفكم معانا. المنتج كلمة اقتصادية تناسب الخبرات المصرفية والمالية. المنتج اللي هو كرة القدم اللي لازم نشتغل كلنا على تطويره لحسن، بقى عيب قوي، عيب ان ما عندناش لجنة أندية المحترفين، عيب ان ما عندناش نظام للموسم يبدأ امتى وينتهي امتى، عيب ان ما عندناش آلية اللي نحاسب بعض ونحاسب اللجان بتاعتنا، آلية صماء عمياء ما حدش يلعب فيها، يبقى مع كل واحد يعني. في وقت من الاوقات كان اللائحة في النادي الاهلي بتخلي لعيب الكوره يعرف هيقبض كام من غير مدير كوره. ايوه، ايه الحاجات الايجابيه اللي عملها فهياخد الحوافز بتاعتها، وايه السلبيات اللي عملها وهيتخصم منه كام، بيقدر كان يحسب لنفسه هذا الكلام. احنا عايزين هذا المعيار، ان الانديه تبقى فاهمه لما توقع عليها جزا تبقى عارفه انها تستحقه لانه توقع على غيرها في نفس الظروف. لكن هنيجي بقى لفكره اتكتب في التقرير ايه وما كتب، لازم الاليات دي كلها تتغير، لازم الكلام يتغير، ولازم يؤخذ بالفيديوهات، ولازم يؤخذ بتقارير المراقبين، ولازم المراقبين يبطلوا ما يكتبوش، لازم يكتبوا، عيب والله انهم ما يكتبوش، لان كل واحد يتحاسب بقى على مشاريبه بقى بصراحه يعني. واللي ما تصلحش في 60 سنه عندنا امل انه يتصلح في سنه، بس بشر السوسه التصليح اللي هيقول عليه عمرو الجنايه. نرجع تاني فيما يخص الاعلام، لا يخفى على احد يا جماعه ان الفتره اللي احنا جايين فيها دي 5 دقائق يعني انا مش عايز اقول، انت لو بصيت على كم التاسكس اللي موجوده اللي مطلوب نعملها وكم الطموحات اللي موجوده عندنا كلنا اللي مطلوب ان احنا نعملها، عدد لا نهائي. شغل كتير جدا، هيكل تنظيمي جديد، هيكل مالي جديد، الاجهزه الفنيه. بصوا يا جماعه يعني بنادع كده اليوم يبقى مثلا 60 ساعه، فهنشتغل ليل نهار. كل اللي انا بقوله بس ارجوكم سامحونا شويه لو حد مننا قصر مع الاعلام، ده ما ينفعش طبعا حد يقصر مع الاعلام، بس احنا قلنا خلينا ننظم الموضوع بشكل حرفي شويه
علشان نرجع بعد كده يا رب انتوا اللي تيجوا تقولوا بنشكركم على المنظومه المنظمه دي وعلى النظام اللي بيحترم الكل. فاحنا طبعا الاستاذ اسامه اسماعيل هو المتحدث الاعلامي المسؤول عن المركز الاعلامي. اي شيء هيطلع من الاتحاد علشان كمان حتى يا جماعه خلال الفتره اللي فاتت انتشرت بقى حاجات كتيره جدا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال. بصوا يمكن هقول لو 1% بس هو اللي موجود من هذا الموضوع صح، 99% غلط، والاجتهادات قد يكون حد فهمها صح وحد فهمها غلط. فاحنا خلينا ننظم الشغل ما نزعلش اي حد مننا خالص. فهيبقى الاستاذ اسامه الزميل الفاضل المحترم وزميلكم كلكم. أهمية النقطة بتاعت الإعلام والمتحدث الرسمي إن يطلع الخبر الصادق من مين وإمتى وعشان ما يحصلش تضارب، أهميتها يا أستاذ إبراهيم في وجهة نظري أنها السبيل الوحيد لعدم خلق مراكز قوة داخل الاتحاد. مشاكل الاتحادات السابقة عبر السنين اللي فاتت إن كان في مراكز قوة جامدة جدا جوه الاتحاد وكانت في أحيان كتير ما تتفقش مع بعضها، وكان كل واحد فيهم بيسمح لنفسه أن يكون متحدثا عن مجريات الأمور داخل الاتحاد، والناس تجري من الاجتماع عشان تلحق البرنامج بصرف إنما اللي عايز أقوله إيه، أن كان يا أستاذ إبراهيم كذا واحد يقول الخبر بشكل مختلف، فكنت تسمع كمية من التناقضات والإشاعات والكلام اللي يربك بلد من داخل الاتحاد، لان في مراكز قوه والناس تنافس على بعضها والناس غير من بعضها. اللجنه دي خمسه، في فرصه ذهبيه ان يتقال اللي هيتكلم فلان اسامه اسماعيل حلو قوي راجل عاقل وهايل ومهني، بس هو كان متكتف ما كانش بيتقال له اتكلم غير في الحاجات اللي هم عايزينه يتكلم فيها. لكن لما يبقى اتحاد رئيس الاتحاد يقول انا والاستاذ اسامه اسماعيل يبقى فعلا طبعا هم رفعوا التكييف هيموتونا ماشي وانت بردان وانا بردان ماشي لكن انا اللي احنا برضو هنتكلم. فانا شايف ان دي عمليه مهمه جدا، تنظيم علاقه الاتحاد بالاعلام. متحدث رسمي ما ينطقش غير من وجهة نظر الاتحاد مش من وجهة نظره. كل الكلام ده سيقضي بإذن الله أن يبقى عندك مراكز قوة تتناحر وتمشي نفسك مش مظبوطة، وده لأنه ما هو عمرو الجنايني خلفيته أنه راجل بنكير كبير، راجل مصرفي كبير، واحد من قيادات بنك كبير من أحد البنوك الخاصة الدولية الكبيرة في مصر. وعلى ذكر برضو عمرو الجنايني والعمل المصرفي، فاتنا في البداية ان احنا نعزي الاستاذ طارق انديل واحد من قيادات هذا البنك، نفس البنك، عضو مجلس ادارة النادي الاهلي الاستاذ طارق انديل وشقيق المستشار اسامة انديل في وفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقهما الاستاذ محمد انديل مدير روزا اليوسف، مدير مؤسسة روزا اليوسف، وفاته المنية بالامس. اليوم شيعت جنازته من مسجد السيدة انفيسة، وتلقي العزاء هيكون مساء الأربع بمسجد المشير طنطاوي إن شاء الله. كل التعازي لآل أنديل وكل الدعاوي بالرحمة والغفران للأستاذ محمد أنديل. رحم الله الأستاذ محمد أنديل الإعلامي الكبير، وبيدير واحدة من أكبر مؤسسات الصحفية، نشاطر أخونا وحبيبنا طارق أنديل والأستاذ المستشار أسامة أنديل الأحزان، وربنا بإذن الله يتغمدوا برحمته ومثواه الجنة. طيب، واحد من الملفات المهمة أمام عمرو الجنايني ومجلس إدارته اختيار المدير الفني للمنتخب. دي مسألة شديدة الأهمية، لأنه بعد بطولة الأمم الأفريقية وخروج المنتخب بهذا الشكل المهين والمسيء جدا والمشين جدا، ترقب الجميع
فكرة عودة المدرب الوطني لشغل مقعد المدير الفني للمنتخب، هل هيتم فعلا الاختيار بين المدربين الوطنيين؟ مين هم المرشحين؟ نشوف الأستاذ عمرو الجنايني تعرض لهذه المسألة في المؤتمر الصحفي إزاي. كل مدرب مصري متميز بحاجة زي ما حضرتك عارف، وفي زي ما بيقولوا إيجابيات وسلبيات، وحنعمل زي نقط لكل حاجة، وحنوصل إن شاء الله لكل ما هو خير للكرة المصرية. كويس كده؟ خدت حاجة ما أقولش حاجة صح؟ لا والله لا لا لا، بص أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا معانا خبراء الدنيا كلهم موجودين، وناس على علم وعلى، ودكتور جمال، وأقول لك أرجوك ما تستعجلش. ده أنا بقالي كم ساعة؟ لا والله أنا بقول المعايير اللي هنختار عليها هي معايير علمية جدا، واللي الناس كلها بتشتغل عليها، ما تقلقش. فما تحرجنيش بقى وتقول لي هي إيه دلوقتي، أنا لسه بقول لك ما حلقتش ده. هو خلاص الشيء المؤكد انه هيبقى مدرب وطني، ده تكليف من السيد رئيس الجمهوريه. يعني عندما يقول مدرب المنتخب وطني وله اسبابه، وكل انجازات الحقيقه المنتخب المصري كانت بالمدربين الوطنيين الا مايكل سميث 86 فقط 86، انما الباقي كله كان مدربين عباقره مصريين ادرى ب مش هيقعد، يعني مش فارق معاه ان المنتخب هيبقى راجل مشجع مصري مع فطبعا الاسماء كلنا هم اربع خمس اسماء، مش هيبقى واحد منهم، فربنا يوفق وبرده ده اللي انا عايز اقوله بقى، هيكون لنا راي باستمرار، كلنا احنا والساده الجماهير بمختلف الانتماءات، في اي مدرب وطني يجي هتلاقي ناس معاه وناس ضده، ودايما الناس اللي معاه هتبقى ليها هويه، والناس اللي ضده هتبقى ليها هويه منافسه. ما تيجي مره نجرب كلنا نقف ورا اي، يعني هو احنا ليه كلنا والناس كلها وقفت ورا جوهري، والناس كلها وقفت ورا الكابتن حسن؟ لان الاسمين تقال ومحترمين، والاثنين نجحوا لهذا الاصطفاف اللي كان يا استاذ ابراهيم وراه، الجماهير باختلاف انتماءاتها كانت وراهم. نرجو ان احنا نصل لهذه الحاله، وايا كان اللي يجي يبقى نتمنى له الخير يا جماعه، واحنا في الاخر عايزين نسعد بكره القدم، مش عايزين نتمنى الفشل لواحد عشان نثبت صحه وجهه نظرنا، احنا تبقى العمليه ضيقه قوي كده. اذن المطلوب من هذا المجلس المؤقت مهام كبيره جدا، ثقتنا فيهم كبيره جدا، ثقتنا في كفاءاتهم كبيره جدا، انتظرنا لتحقيق حاجة حقيقية وانتظار حقيقي فعلا، لأنه إن لم يكن الآن فمتى؟ إن ما كانش هذا الإصلاح سيتحقق على أيدي هذه العناصر ذات الأهمية أو ذات المهمة المؤقتة المحددة والمجردة، وما زلت بأكد قوة هذه اللجنة في التجرد، إن مش هتترشح، ما عندهاش أغراض، ما عندهاش مصالح، وعندها مهمة محددة. ده مهم جدا، عندها مهمة محددة، عندها كفاءة ملحوظة جدا، عندها زي ما قلت لكم الرغبة الحقيقية الواضحة انهم ينجزوا حاجة. كل اللي مطلوب من كل واحد بيحب كرة هذا الوطن، وبيحب ان الكرة تستعيد عافيتها وقوتها وترجع الملاعب مليانة، وده أمل، ترجع الملاعب مدرجاتها مليانة، ترجع الجماهير للمدرجات ببهجتها وسعادتها وأفراحها وأغانيها، ترجع الصورة الحلوة للكرة المصرية، ترجع القدرة الكبيرة جدا للمنتخبات الوطنية. مجلس إدارة قدم هذا التكليف، قدم هذه الرؤى، دفع هذا الأستاذ حسن المستكاوي ناقدنا الرياضي الكبير اليوم في الشروق إنه يعلق على كلام الأستاذ عمرو الجنايني. فقال الأستاذ حسن المستكاوي: قامت الدنيا ولم تقعد لاختيار عمرو الجنايني رئيسا للجنة المؤقتة، لأنه ينتمي لنادي الزمالك ويعد مشجعا كبيرا للنادي، ولو كان رئيس اللجنة منتميا للأهلي
لا قامت نفس الدنيا وليعلم الجميع أن الجنيني يريد أن ينجح فيما هو مكلف به، وكل عضو باللجنة عليه أن ينجح ويرغب في ذلك، فقيمة النجاح من أغلى وأهم القيم الإنسانية. ناس فعلا يهمها تنجح، يهمها تخدم بلدها، يهمها تكون عند مستوى الثقة وحسن الظن بيهم. بيقول الأستاذ حسن المستكاوي: وهذا التصحيح لكل أمورنا لم يعد محتملا. مش هينفع نفضل عيال صغيرين، مش هينفع نفضل مسطحين الأمور قوي، مش هينفع نفضل أسرى حسابات ضيقة جدا وقاعدين في مناكفات الوضع والتوقيت والمسؤولية والمهمة. زي ما بيقول الأستاذ حسن المستكاوي، يحتاج إلى رؤية أوسع ويحتاج إلى إرادة حقيقية. فبيرجع يقول حسن المستكاوي: هذا التسطيح لكل أمورنا لم يعد محتملا تماما، مثلما قررنا زمان أن يكون معلق مباراة القمة محايدا لا ينتمي إلى الأهلي أو الزمالك، وتماما مثلما قررنا أن يكون حكم المباراة من خارج القاهرة ويمضي قائلا هذا كله، لأن من يقرر ذلك التصنيف والترتيب يدرك أن الجمهور لا يصدق المعلق والحكم والمحلل والصحفي والمصور والمذيع إلا إذا كان من كوكب آخر غير كوكب الأهلي والزمالك. وبيرجع لتكليفات الجنيني، بيقول: في مؤتمره الصحفي الأول أكد عمرو الجنيني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة باشمهندس أن تقنية الفيديو سوف يتم تطبيقها في الدوري، ولكنها تتطلب بعض الوقت، فقط ما بين 3 أو 4 شهور. وأضاف أنه سيتم إعلان جدول الدوري كاملا خلال أيام، ولن يحدث عليه أي تعديل، وسوف يتم تحديد موعد وبداية المسابقات المحلية، لأن هدف اللجنة هو توفير نظام مسابقات منتظم. وقال الجنيني أنه سيتم تطبيق اللوائح على جميع أفراد المنظومة الرياضية دون أي استثناء، ولن تكون هناك أي مجاملات نهائيا. كلام ده قاله عمرو الجنيني. طيب قبل ما قالوا على ملأ، وقالوا في مؤتمر صحفي، وقالوا ونقلته عنه كل البرامج الرياضية، وتسجل في اليوتيوب، يعني تحول إلى وثيقة. عشان كده بيختم الأستاذ حسن المستكاوي مقالته المهمة بالتأكيد على زنقت نفسك، فبيقول: تمام، وأذكر رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد أن تصريحاته عقد اتفاق مع الأندية والجمهور والإعلام. خلاص أنت أعلنت ما اعتبر عقد اتفاق، ما كتبه الأستاذ حسن المستكاوي قلته في البداية، يتفق مع رؤيتنا بالزبط. وتقييمنا للأمر بعد الاستماع إلى هذا المؤتمر بالظبط. حتى لو كان في شوية قلق قبل المؤتمر، أثناء المؤتمر وبعده، من واقع التكليفات اللي هو الأستاذ حسن المستكاوي حدد 3 حاجات مهمة جدا جدا، منها أنه سيتم إعلان جدول الدوري كاملا ولن يحدث عليه أي تعديل. إذن طالما أن أنت مش هتعدل، محدش هيقدر يتهمك أنك عدلت لصالح حد ضد حد. أدي أول شبهة مجاملة أنت عافيت نفسك فيها. تاني حاجة، قال الجنيني أنه سيتم تطبيق اللوائح على جميع أفراد المنظومة الرياضية دون استثناء، ولن تكون هناك أي مجاملات نهائيا. هذا التزام أمام الرأي العام أكد عليه الأستاذ حسن المستكاوي. لو وفقت اللجنة في اختيار قيادات اللجان المهمة، هتبقى فرص نجاحها كبيرة جدا جدا. وإحنا بنقول إن إذا حصل دوري له بداية ونهاية ما فيهوش تعديلات، وإذا حصل تقنية الفار أو ضبط الأداء التحكيمي، وإذا حصل ضبط الأداء الإعلامي وعدم خلق مراكز قوة، وإذا تم تعديل النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية، والذي ينبغي أن يتم فورا حتى يتم الإجراء الانتخابات على أساسه، لو تمت هذه الأمور هذا نجاح يشكر ومطلوب وننتظره. عايزين نفكر بس حضراتكم، كل ما قاله الأستاذ عمرو الجنيني هي مطالب النادي الأهلي. تقنية الفيديو، أول من بعت لاتحاد الكرة خطاب رسمي وطلب
برفع مستوى منظومة التحكيم والعمل بالتكنولوجيا الحديثة وتقنية الفيديو بما يحفظ حقوق كل الأندية. كان خطاب للنادي الأهلي وقتها رد اتحاد الكرة في 2018، قال له ابتداء من يناير 2019 سيتم العمل بتقنية الفيديو. كان النادي الأهلي اللي طالب، وطالب بجدول منضبط ومواعيد ثابتة يتم على أساسها وضع كل البرامج الفنية لإعداد وتدريب اللاعبين. وكان بيشتكي الأهلي باستمرار الشكوى التاريخية من هذه الفوضى في المسابقة في المواعيد وهذا الارتباك. أنا رايك هتشتغل شغل فني وخطط تدريب وانت ما عندكش جدول؟ ما معكش جدول. وقال شكى الأهلي مرارا من أنه في أمور كتيرة جدا بتتساب لناس تتجاوز وتخرج عن النص بكل وضوح وبكل سفور ولا تتعرض لأي محاسبة. مش ده كان بيحصل؟ وكان الأهلي باستمرار بيشاور في خطاباته إلى أنه الأمر لا يتم فيه الكيل بمكيال واحد. عارف أن دي أصعب حاجة ممكن تواجه اللجنة دي؟ اللي هو فرض النظام على الجميع. لا، حجم هتتصدى للتجاوزات وتقدر تظبط لنا المناخ الرياضي. أما لو حصل ده مناخ الكرة وبالذات والناس اتحاسبت صحيح على أقوالها وأفعالها، النجاح كبير جدا جدا. عشان كده بنقول لكم بكل التفاؤل، بكل الأمل، بكل الدعم والمساندة والرغبة في النجاح، كلنا خلف هذا المجلس في هذه المهمة الانتقالية شديدة الأهمية. وبأكد لكم هذه اللجنة لو لم تنجز شيء انسوا، محدش هيعمل حاجة تانية. مش علشان هم أكفأ ناس، هم على درجة من الكفاءة زيهم زي ناس كتيرة في البلد، ولكن الظرف. لأنه مجردين من المصلحة، مجردين من الرغبة الانتخابية، عشان الظرف اللي هم فيه، الظرف اللي هم فيه هم ملزمين بعدم الترشح تاني في الدورة اللي جاية. فبالتالي عندك كل الفرصة. الظرف أستاذ إبراهيم كمان، سيبك الترشح، أي لجنة هتيجي ما كانتش هتبقى مترشحة، وده ما، لكن مش هو ده ضمان النجاح. حتى لو من حقهم يترشحوا، المفروض ينجحوا. ليه؟ لأن الظرف طالب منهم كده. الدولة اليوم تطلب، وقد حققت كرة اليد نجاحات، وكرة الطائرة تمضي في طريقها، وكرة القدم الدولة عملت دورها ونجحت في التنظيم وفي البنية الأساسية، ولكن إدارة عملية كرة القدم والمنتخب كانت أفشل ما في الموضوع. فالظرف اللي احنا فيه أرى وأشم أن الدولة مهتمية جدا 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 ومترقبة وتنظر وتراقب وتحاسب إزاي هنعمل التكلفات دي وحننجزها لضبط كرة القدم. الحاجات دي لو تمت يا أستاذ إبراهيم هتغير حاجات كتير جدا في كرة القدم المصرية. هنبقى بنشتغل من أجل أهداف فنية وفنية فقط وحقيقي بإذن الله. ويرجع الجمهور سعيد بالكرة. وبمناسبة الجمهور، بعد الفاصل هيكون معانا مكالمة مهمة لواحد من الجماهير اللي كل جماهير الأهلي بتدعو له بجد. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. جريشة بين الافتراء والافتراض. الافتراء شفتوا كلام كتير جدا اتقال حوالين انه الحكم اخطا، ما اخطاش، اعتذر للاهلي لما اعتذرش، ثم الافتراض بانه توقف لمجرد انه اعتذر. يعني اتقالت حاجات واتبان عليها حاجات. بينما تابعتوا حضراتكم انه هذا الحكم الدولي المونديالي اللي ادار مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر ادى الى خساره الاهلي وخروجه بشكل مباشر من كاس مصر. دي مسألة مهمة جدا. لكن الحقيقة قبل ما نخوض في جريشة بين الافتراء والافتراض، قلت لكم قبل الفاصل جمهور الأهلي عبر السوشيال ميديا في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا متوحد بدعوة صادقة، ودعوة فيها كتير من الرجاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى إنه يحفظ شاب مشجع أهلاوي سافر عشان يتفرج على مباراة الأهلي ويطلع بره بطل جنوب السودان في برج العرب، وهو راجع
بلده في كفر الزيات وقع من القطر او كفر الدوار في البحيره. انا بقول كفر الزيات انحيازا للمهندس عدلي يعني محمود المخبزي من كفر الدوار بحيره بسرعه راح قايل لي يعني هتوقع الراجل اللي وقع في كفر الدوار تجيبه كفر الزيات يا ابراهيم عشان دي بلدي. كفر الدوار يا ابراهيم كل الدعاء ربنا معاه ويحفظ احمد سمير ولادنا يا رب محمد سمير انه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء ويحفظه. وقلوب كل الجماهير وكل محب الكره والرياضه مع محمد سمير. والمحمد سمير معانا على الهاتف من كفر الدوار. استاذ سمير اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك والف الف سلامه على محمد وتحياتي وتحيات المهندس عدلي ودعوات الجميع ليه. الله يسلمك مسيرة على الحق كابتن عدل القيعي. طمنا على محمد. محمد الحمد لله اتعمل عملية بتر قدمين. لا حول ولا قوة الا بالله. الشمال اطول اقصر من اليمين. بعد ما طلع من الماتش بتاع الاهلي وهو له صورة في الاستاد. ايوه. فحصلت الحادثة. كان في حالة موت وعمل العملية. أنا بشكر الأول الدكتور عبد العظيم بتاع العناية الطوارئ. أيوه. خدت بال حضرتك. وبشكر الدكتور لما كانش عاوز يعمل العملية قلت له اعملها لي علشان ابني عمل العملية من غير نبض ومن غير ضغط. مفيش حاجة مسموعة خالص وربنا كرمنا والحمد لله. وربنا كرمنا والحمد لله. يا حاج الحمد والشكر ليك يا رب. الحمد والشكر طبعًا على يعني إنه يعني يقدر يجتاز المحنه دي باذن الله. لكن انا عايز اقول لك يا حاج وقد يكون في هذا بعض العزاء يعني ان الاطراف الصناعيه دلوقتي على مستوى العالم تقدمت بشكل مذهل. وانا شفت واحد بيجري مع الاسوياء في دوره من العاب القوى دوره رسميه ممكن تكون دوره اولمبيه على فكره. وكان رجلين الاثنين بيعانوا من نفس اللي انت بتقول عليه وركبوا له اقدام معدنيه بسوسته كده وكان بيجري بيهم باذن الله. ابنك 18 سنه ولسه ناجح في الثانويه العامه كابتن. يا حبيبي يعني ربنا معاك وكلنا بندعي لك. وقول له يعني النادي الاهلي يعني وراه بكل شيء. الله يكرمك. وباذن الله نستقبله وهو ياتي سيرا زي ما بقول لك بمثل هذه الاطراف المتقدمه. السلام لان حالته تعبان. ما احنا يعني احنا نتمنى كل دعواتنا معاه ان شاء الله يجتاز هذه الظروف باذن الله يا حاج. محمد سمير ده كابتن عدلي يا كابتن عدلي. ايوه. محمد سمير ده مش ابني. ولا ابن محمود الخطيب ولا ابن الكابتن عبد القيعي. محمد سمير ده ابن النادي الاهلي. وهو ابننا كلنا و انا عايزه بقى ايه يومين ثلاثه كده ما يبقى كويس باذن الله نعمل له مداخله يكلمنا بنفسه ونطمن عليه ونطمن عليه علشان يفوق شويه. بس علشان النهارده كنا بنقلوه من المستشفى المستشفى خدت بقى حضرتك والدكاتره اشتغلوا معاه والكابتن الشناوي كلمه في التليفون والكابتن ابو تريكه والكابتن سعد سمير جاله قعد معاه ساعتين وحضر الدكاتره وهم بيغيروا له وبيخيطوا له تاني. خدت بال حضرتك كابتن سعد سمير قعد معاه ساعتين لسه ماشي. ربنا يخلي له كل الاحباء اللي حاسين ان ده اخوهم وحاسين ان ده ابنهم واحنا منهم. وباذن الله بقول لك يتواصل معانا بنفسه وبعدين لكل مقام كلام باذن الله. الله يكرمك الله يكرمك كابتن عزمي. طب انت محتاج اي حاجه يا حاج في حته المستشفى يعني هل المستشفى اللي هو فيها كويسه ولا محتاج اي حاجه طبيه؟ والله احنا لسه ما شفناش حاجه. هو اول ما رحنا لقيناها زي الصحراء. تبقى لحضرتك وحصل له سخونيه وبقى رفرف لقينا دكتوره ولا مريضه وتيجي الدكتوره تقول لك اديله برشام البنادول. فانا اتصلت بالاستاذ بالعميد محمد مرجان. ايوه. وقلت له والاستاذ محمد رشوان المحامي. ايوه. خدت بالك قلت لهم الدنيا اتقلبت. بصيت لقيت بعد 10 دقائق احلى دكاتره جم. تمام. في مستشفى كفر الدوار مش كده؟
لا في مستشفى الجامعة التعليم التخصصي اللي في ظهر كلية الهندسة. تمام. في اسكندرية ولا فين يا حاج؟ بالأجل. نعم؟ في اسكندرية ولا فين؟ في اسكندرية. في اسكندرية. في اسكندرية. طيب. في كلية الطب في اسكندرية. عموما اي حاجه هتحتاجها لمحمد الاهلي وكل الناس محدش هيأثر مع محمد يا حاج، اطمن يعني. الله يكرمك الله يكرمك. وانا بقول لحضرتك ده مش ابن سمير المراكبي ولا ابن الكابتن محمود الخطيب ولا ابن اي حد، ده ابن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى. سلامته محمد هيرجع ويحضر الماتشات ويمشي باطراف زي الفل باذن الله، ودعواتنا باذن الله. الله يكرمك ان شاء الله. يكرمك. شكرا يا حاج والف الف سلام. الله يسلمك يا حبيبي. انا بشكر النادي الاهلي وبشكر اعضاء مجلس الاداره اللي متواصلين معايا على طول. ووصل له تحياتي انا والاستاذ ابراهيم من فضلك. الله يكرمك وسلم لي. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا يا حاج والف الف سلامه على محمد. محمد سمير زي ما قلت لكم شاب زي ما انتم شفتوه كده، راجع حاضر مباراه الاهلي واطلع بره الجنوب السوداني، يقع من القطر، يتعرض لازمه عنيفه جدا، ثم يتم بتر ساقيه. ألف سلامة على محمد، وإن شاء الله زي ما المهندس عادلي طمنه قال الأطراف الصناعية دلوقتي فيها ثورة عالمية كبيرة جدا، دورات البارالمبية. لك يا أستاذ إبراهيم والله أنا شفت البارالمبية أنا بحضرها يا باشمهندس مش مصدق. فيها ده كان بيجري مع الأسوياء. فيها أرقام في ألعاب القوى في البارالمبية، أرقام الأطراف الصناعية تكاد تضاهي الأرقام اللي يمكن تكون أفضل من أرقام العدائين بتوعنا الأسوياء هنا. فهي ثورة عالمية كبيرة في الأطراف الصناعية بإذن الله تعالى. كل الناس اللي ألمها وتعبها وزعلها أو اللي تعرض له محمد سمير، الكل بإذن الله تعالى يكون جنبه في هذه المحنة ويرجع يقف على رجليه تاني إن شاء الله. ألف سلامة يا محمد. كنت بكلمك على جهاد جريشة بين الافتراء والافتراض، هذا الافتراء الشديد إنه لمجرد إنه اعتذر على ما حدث منه في مباراة الأهلي تعرض للإيقاف. هل فعلا اعترف جهاد جريشة باللي حصل منه في مباراة الأهلي وبيراميدز ولا لا؟ هو حرص على تسجيل فيديو بتليفون محمول نشوف. اللي هيشاهد المباراه بكره انصحه ايه؟ انصحه الجمهور الاهلاوي ذاته ما يكونش زعلان مني، احنا بقى عندنا بكره بعد ماتش الاهلي وبيراميدز الناس اللي الجمهور الاهلي زعلان، فبقول لهم ما تزعلوش لان في الاخر التحكيم النهارده ليك وفي عليك وكفايه راجل الجزاء ما تستاهلش، فكانت سويه اكيد غلطه مش مقصوده. لا الحكم الخامس اداها لي ان انا مش فاهم حاجه، فما تزعلوش مني زي ما الجمهور الزمالك كان زعل مني في اللعبه، ف التحكيم خاصه للزمالك، فالتحكيم النهارده قلت النهارده ضدك بكره معاك، فمش مشكله. يعني بيعتذر زعلوش مني، واظن انه عملها قبل كده في ماتش الزمالك والمقاصه، وهي دي المشكله. خلي بالك ان هو الايقاف بسبب حاجه تانية خالص. عموما هنشوف ليه مجرد ما اعلن الاعتذار الدنيا قامت. كابتن رضا عبد العال زعل، نشوف ليه. يا سياده اللواء احنا دلوقتي مصر بتنضف، مصر بتنضف، لازم نقف جنب اللجنه دي ونشيل العوار كله اللي في اتحاد الكوره اللي كان بيتاجل الماتشات وبيتلعب الماتشات بالتليفون، ولا في احترام جدول ولا في احترام انديه ولا في انديه هتهبط ولا ده من المساوئ. الحكم اللي هو اصلا دولي اللي احنا بنتوسم فيه خير طلع يعتذر لجمهور النادي الاهلي، ده عيب، ده فضيحه، ده عار على الكره في مصر. طالما مش قادر ما تكسب الاهلي وخلص، طالع تتاسف وتقول لا مش انا ده الحكم الخامس اللي هو ما قال لي مش عارف ايه، وانت عميد في عينك، عميد في نظرك، طالما ان انت مش شايف بتحكم ليه؟ ده انت ما تخافش لا من اهلي ولا من زمالك، انت فوق الناس دي كلها، انت بتحكم عالميا، كاس عالم وامم افريقيه وما اعرفش بطولات افريقيه، راح تعتذر لي؟ طب ما اعتذرتش ليه في ماتش الزمالك والمقاصه؟ اما احمد سامي طاير مطلع كوره في ايده، ده فضيحه يا استاذ فتحي. صحيح صحيح. ده بقول لك ايه؟ انت بتقول لي انا ضد الفيفا احط ايده، ما هو الفيفا دي اكبر حاجه في البلد في العالم كله في الكوره. لما تقول لك كده ما شايفها وباء، عايزين ننضف من الوباء ده؟ عايزين ننضف بقى، مصر بتنضف.
انا معانا رئيس زي الفل ودلوقتي بيمسك الوزراء في مكاتبهم، ودلوقتي الناس بتوع الاعلام اللي هم كانوا عمالين يوقفونا كل شويه بمزاجهم، شفت حد من النادي الاهلي اتوقف؟ بالله عليك. طب بالله عليك كابتن رضا هو دلوقتي ليه كابتن رضا؟ وبسبب ايه؟ استنى يا كابتن اللواء، وبسبب ايه كل ده؟ عشان بحب مصر وبقول ان مصر مش هتوصل، عشان في عوار، عشان في اختيارات زي الزفت، عشان جايبين مدرب ما عندوش فكره، عشان بيستفيدوا من وراه بيعملوا مصالح. يعني مصر بتنضف وبإذن الله تنضف. شوفوا كل ده علشان اتقال انه كابتن جهاد جريشة اعتذر واعترف بأخطائه. بالمناسبة الحكم الأجنبي اللي أدار مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، وهو راجل أجنبي خواجة مش جهاد جريشة، اعترف بعد المباراة قال أنا لما اتفرجت لقيت الفريق الأحمر كان ليه ضربة جزاء أنا ما حسبتهاش. وقتها كان ده عنده حق لأنه خواجة. بس كمان كابتن خالد الغندور اتضايق إن جهاد جريشة اعتذر. نشوف. تم إيقاف جهاد جريشة، قيل أصله حكم في ماتش المركز الشباب وده ممنوع من غير ما يستأذن، قيل إنه اعتذر للنادي الأهلي في الإعلام وده ضد لوائح الاتحاد الدولي، الحقيقه فين؟ الحقيقه باللائحه الاتحاد الحكام في الاتحاد الدولي بتقول لا يجوز للحكم مناقشه قراراته في الاعلام. ودي عقوبتها الايقاف قد تصل الى من 6 شهور ل 7. اعتقد دي ثاني مره او ثالث مره اعتذر. ثالث مره الكابتن جهاد جريشة يعتذر. بصرف النظر هو اعتذر عن مين؟ من وجهه نظري ان حسب الرصد اللي عملته النهارده لقيت الكابتن جهاد جريشة اعتذر للنادي الاهلي 3 مرات. وجمهور النادي الاهلي 3 مرات. طيب ما اعتذرش للاتحاد السكندري ليه؟ ما اعتذرش الاسماعيلي ليه؟ ما اعتذرش على احمد سامي في ماتش المقصه والزمالك ليه؟ صحيح. ما اعتذرش على حاجات كتير. تصدق فعلا يا زميل والصديق العزيز عبد الشافي صادق، فعلا جهاد جريشة غلطان. ازاي بيعترف بخطأه لصالح الاهلي وما يعترفش بخطأه لصالح الزمالك؟ ده غلطان بجد. طب ما تسمع جهاد جريشة نفسه بعد مباراه الزمالك والمقصه اللي انتوا قلتوا ليه الراجل ما اعترفش باخطائه فيها؟ ما فكركوا وقتها كان جهاد جريشة حلو ولا وحش؟ مدام بتتفرج على كل ماتشاتك؟ اكيد اكيد يعني كل ماتشات اتفرج عليها. طب اتفرجت على ماتش الزمالك والمقصه؟ مفيش ماتش ما سبتوش طبعا، اكيد اتفرجت. طب وبعد الماتش قالت لك ايه؟ بعد الماتش كلهم كانوا بيقولوا لي ازاي ما شفتش، والسؤال كان دايما اللي قلت لهم فانا ما شفتش، انا لو شفت كنت حسبت اللي لمسه اليد. بالظبط. ولو حد من مساعديني احمد سامي ولو حد من مساعديني كان شافها كنت حسبت، ما كانش في مشكله. هي خطا انا اعتبره خطا من خطا ما شفتش، عدم تمركز مظبوط، او هاني سعيد هاني سعيد من الاصدقاء العزيز عليا يعني عدى قدامي قفل الكابتن المقصه. بالظبط. من الناس اللي حكمت له في كذا فرقه اخرها المقصه يعني. فمن الناس المحترمه جدا، وهو بس كل اللي عمله ان عمل ستاره قدامي بس. فما شفتش. من حظ السيء ان اثنين مساعدين بتوعي ما شافوش. والحكم الرابع ما شافش. لو في حكم فيديو في الوقت ده كنا الموضوع كنت كان الموضوع انتهى في ثانيه. بس انت في حوار من الحوارات انت قلت انه لو هاني سعيد قال يعني قال انه ده ضربه جزاء كان ممكن ترجع في كلامك؟ طبعا في قرار ما دام اللعب كان واقف. انا كنت اشكره، وكنت طبعا يعني احمد سامي بعدها الحاجه اللي ما حدش يعرفها، احمد سامي بعدها حكمت له ماتش قال لي والله يا كابتن انا بعت الوم نفسي 10 دقائق ان انا اقول لك ان انا لمستها، لان كنت متاكد انا ما شفتهاش. يعني هو نفس اللي عمل لمسه اليد قال لي انا كنت يعني انا قعدت الوم نفسي 10 دقائق ليه ما اقولكش. يعني هي يعني سبحان الله يعني كل مصر شافتها ما عدا واحد بس اللي هو الكابتن جهاد جريشة والمساعدين بتوعي والحكم الرابع. والحكم الرابع لا على فكره اول لقطه ما حدش شافها يعني اول لقطه اللايف اللي موجوده في محدش شافها. يعني الراجل بيعترف بخطئه وبكل الوضوح بيقول لو كنت شفتها كره احمد سامي لصالح الزمالك في ماتش المقصه كنت لازم انا احسبها. ما كانش وقتها الراجل ما اعترفش وما كانش دعار وما كانش بيعترف باخطائه لصالح الاهلي بس وما تكسب الاهلي يا عم. هل جهاد جريشة بيحكم اهلي وزمالك ولا لا؟ نسمعه كمان في اون سبورت وهو بيتكلم. لو عندنا الثقافه دي كنت اعتذرت للزمالك في ماتش المقصه؟ اكيد مفيش عندي فرق، انا ما عنديش فرق من اي فرقه واي لون، انا ولا عمر فرقت معايا. انا فكره مشكلتي مع الاهلي والزمالك ان دايما الاهلي والزمالك زيهم زي اي فرقه في مصر. دي طول الوقت مشكلتي مع الاهلي والزمالك ان بعملهم زي اي فرقه في مصر، وده ما حدش يشيلهم من على ده. بس انا جوايا كده. دي كانت اصعب لقطه ليك في التحكيم؟ يعني اصعب لحظه ليك بعد ما طلعت شفت اللعبه؟
والله يا كابتن سيف انا 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 اللي يهمني في القصه كلها ان ضميري مرتاح لان لو شفت كنت حسبت. انا لا بتكلم ان انت ما شفت طبعا واتعلمت منها وزعلت وزعلت طبعا ما فيش حد بيخطب بيبقى مبسوط يعني. زعل الراجل لما شاف الكره بتاعت الزمالك وما حسبهاش كانت واضحه جدا بس كمان ما هي كل الاخطاء اللي فاتت كانت واضحه واخطائه في مباراه الاهلي وبيراميدز لصالح الاهلي اعترف بها كل خبراء التحكيم وكل مقدمي البرامج وعرضنا لكم على مدى حلقتين كلام الكابتن كريم حسن شحاته بمنتهى الوضوح ان الاهلي له ضربتين جزاء اوضح من بعض دي كانت اخطاء جهاد جريشه اللي اعترف بيها زي ما سبق انه اعترف بخطا في مباراه الزمالك والمقص بس هناك محدش يتكلم وهنا كان عار وفضيحة وأزمة ومهزلة أصل الإيقاف يا أستاذ إبراهيم الناس لازم تفهم إن هو راح لعب مباريات هقول لك أنا الإيقاف تفصيلا بقى بوابة أخبار اليوم الإلكترونية انفردت بخبر كواليس إيقاف جهاد جريشة وعلمت بوابة أخبار اليوم أن قرار إيقاف جهاد جريشة جاء على خلفية مشاركته في إدارة مباراة بمركز شباب قرية ميت فضالة التابعة لمدينة أجب الأهلية وخالف جهاد جريشة اللوائح الداخلية لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب عدم حصوله على إذن مسبق بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات ده اللي قالته أخبار اليوم وده اللي قاله هاني حتحوت نشوفه أصدق أما بقى لجنة الحكام وده خبر قد يكون غريبا بالنسبة لك أو مفاجئا النهاردة قررت إيقاف الكابتن جهاد جريشة لن يعلن هذا القرار رسميا ما تستناهوش يعني معلن من خلال اتحاد الكرة لكن بقول لحضرتك انه تم ايقاف الكابتن جهاد جريشة بالمناسبة برضو ده ممكن يكون لمدة 4 ماتشات هو ما حددوش الفترة الزمنية او عدد المباريات لكن ممكن يتم اعتمادها في بطولة الكأس بما انك لن تراه في مباريات كأس مصر سواء ماتشين دور الثمانية اللي باقيين او دور الاربعة اللي هيتلعبوا او الفاينل باعتبار ان ده في اخطاء تحكيمية ادت الى بشكل أو بآخر ساهمت في نتيجة المباراة ده لن يعلن رسميا عشان ما تستنهوش هنا بحيي الزميل هاني حتحوت الحقيقة على مهنيته لأنه على قدر من المهنية قال أنه سبب الإيقاف هو ده هذه المخالفة للوائح الاتحاد ولوائح الحكام لكن قال أن ده قرار لن يعلن لأنه قرار سري وبيبقى بين داخل لجنة الحكام وده السبب في الإيقاف لكن انك انت تقول عار وفضيحة ومهزلة انه اعترف بخطأه انه أخطأ في حق الأهلي هو ده اللي أوقفه لا العار والفضيحة اللي سبق انه اعترف به الكابتن رضا عبد العال قعدت في الزمالك كم سنة؟ 6 وفي الأهلي؟ 5 مين الحكام بيخاف منه؟ الاهلي طبعا بجد والزمالك والله والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اوعى في ال 18 يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده ولو كلمت تاني هطلع لك انذار خد تعالى اقف والله اقف تقف يقول لك ايه خش ال 18 ارمي نفسك فاهم نهار اسود يعني هو مين كان الحكام بتخاف من مين اكتر كابتن رضا قاله الاهلي وبعدين قاله الزمالك يعني هو عايز بس ايه ما اعرفش ايه فكره ان لازم الموضوع يلف ويطلع ان الاهلي هو اللي بيتجامل ويطلع باي طريقه فكان المثل اللي اتضرب في الزمالك المساله يعني مش عارف احنا انا ما بحبش الحقيقه ان انا يعني باستمرار اقعد اشتغل كرد فعل لحاجات زي كده لكن الحقيقه كمان ما انت لو تجاهلت هذه الامور بعد شويه بتبقى حقيقه لو ما ردتش على الكلام ده اول باول يا استاذ ابراهيم بعد شويه خلاص بيرسخ في ذهن الناس ان ده حقيقه زي ما بيرسخ في ذهن ناس كتيره عن ملوك الصلاه لو عن ملوك الصلاه نفتح الحساب وكان القصة والمناسبة الكابتن حسين زكي واحد من عمالقة كرة اليد المصرية
مساعد مدرب او مدرب المنتخب الوطني للناشئين اللي فاز ببطوله كاس العالم، كان مع مجموعه اللاعبين ابطال العالم اللي كلنا فرحانين بيهم في ضيافه الاعلاميه الكبيره منى الشاذلي، قال كلام يستحق ان احنا نراجع الارقام. نشوف. لاول مره او من المرات النادره انه الناس كانت قاعده بتتابع ماتش الفاينل، يعني الناس قاعده بتتفرج عليه ومتحمسه وقاعده متوتره معاكوا. عامه ده ما بيحصلش عندنا غير في كره القدم بس، انما الناس كانت متابعاكوا، واول ما حسينا انه انتوا لا انتوا في بطوله عمالين تكسبوا المباراه ورا الثانيه، بتغلبوا منتخبات قويه جدا، الناس قاعده تتفرج على الماتش. انا هي دي المشكله في عندنا في مصر، احنا بنقابلها جامده جدا. الثقافه الرياضيه مش موجوده عندنا في الشارع المصري. يعني لو حضرتك سافرتي في اي حته في اوروبا، في اي مدينه في اوروبا، هتلاقي اي نادي عنده فيه باسكت ويد وفوتبول وعنده كل حاجه، وعنده مشجعين للعبه دي لوحدهم، وعنده مشجعين للعبه دي لوحدهم، وعنده مشجعين للعبه دي لوحدهم، فعندهم ناس بتتابع. احنا ما عندناش الحته دي. يعني لو هتيجي تسالي جمهور الاهلي مين تعرف مين في كره اليد، او تعرف مين في الباسكت، او تعرف مين في الفولي، مش هيعرف. جمهور الزمالك يمكن بيعرف شويه لانه بيخسر في كوره فبيتابع الالعاب الجماعيه. عارف المثل بيقول لك يكحلها عماها؟ هو عايز يعني يقول ان جمهور الزمالك بيفهم في العاب الصالات شويه والكره اليد عشان بيخسر في الكوره. لا، جمهور الاهلي والزمالك بيتابعوا العاب الصالات بشكل مكثف جدا، بس يمكن الفتره اللي قعدها الكابتن حسين زكي بره بقالها مده، يمكن واصل يمكن 7-8 سنين 10 سنين دلوقتي، فما شافش الاقبال الهائل في ظل عدم حضور الجماهير ده دلوقتي، في ظل عدم حضور الجماهير ماتشات الكوره، حاطين همهم في العاب الصالات بيحضروا بكثافه، وجمهور الاهلي تحديدا حريص جدا انه يكون متواجد في صالة النادي الأهلي باستمرار. فالحقيقة ما كانش يعني تعليقه في دي واقعي شوية. طيب، هي إيه ملوك الصالة؟ الصالة بتلعب فيها كرة سلة وكرة طائرة وكرة اليد. ملوك الصالة على المستوى بقى الأفريقي حتى باعتبار أن ده على فكرة المصالة العرش الأكبر ده طلع في النادي الأهلي. جمهور الاهلي اللي طلعه. ايوه، عشان اللي بيقول لك على المستوى الافريقي القياس العام الثلاث العاب، وعلى مستوى الرجال بس، لان لو كمان ضفنا السيدات لا المساحه هتكبر قوي والفوارق هتزيد، لكن على مستوى الرجال في كره السله وكره اليد والكره الطايره لملوك الصالات الافريقيه، الاهلي نادي القرن في كل العاب الصالات. الاهلي عنده 32 لقب في العاب الصالات، 32 لقب افريقي. انت تقصد في كل العاب الصالات مجمعه؟ الثلاث العاب مجمعين. في العاب مجمدين، مش في كل، في لا مجمل. في الثلاث العاب في مجمل مجملهم في مجمل إجماع اجمالي ما حصل عليه الاهلي من بطولات قاريه في الالعاب الثلاثه سله وطايره ويد 32 لقب قاري. بيجي بعد منه المجمع البترولي الجزائري ب 31 لقب، والزمالك في المركز الثالث ب 29 لقب. الاهلي ل 32 لقب في ثلاث القاب في السله، في 9 القاب في اليد، في 20 لقب في الكره الطايره. باقي الانديه المصريه، نادي الجزيره عنده بطولتين افريقيتين، الاتحاد السكندري وبورسعيد وطلائع الجيش والمقاولين العرب لكل منهما او لكل منهم بطوله افريقيه وحيده. لكن الاهلي هو صاحب لقب ملوك الصالات في افريقيا مش مصر بس، في الالعاب الثلاثه ب 32 بطوله. الزمالك الثالث ب 29 بطوله، وبينهما المجمع البترولي الجزائري ب 31 بطوله. اللي هو المجمع البترولي الجزائري لان كان في وقت الجزائر تسيدت كره اليد. ايوه، يعني هو اكبر حتاج انتصارات المجمع البترولي على مستوى افريقيا، هو ملك كره اليد في افريقيا. في
بطولات السلة في المحلية أن الأهلي عنده الدوري 5 مرات، كاس مصر 9 مرات، دوري المرتبط 4 مرات، بطولة أفريقيا أبطال الدوري مرة، بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس مرتين. الطايرة الأهلي عنده 30 دوري، عنده 8 كاس مصر، عنده 14 أو 18 كاس مصر، عنده 4 بطولات في الأندية أبطال الدوري، عنده 6 مرات في الأندية أبطال الكاس، عنده 6 مرات في البطولة العربية. في كرة اليد الأهلي عنده 21 لقب في بطولة الدوري، عنده 7 مرات في بطولة كاس مصر، عنده كمان مختلف البطولات، البطولة العربية 6 مرات، السوبر الأفريقي مرة واحدة، بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس 3 مرات، بطولة أفريقيا أبطال الدوري 5 مرات، البطولة العربية للأندية أبطال الكأس 3 مرات. إذن الأهلوية ملوك الصلاة على مستوى أفريقيا مش بس مصر، ب32 لقب. كمان لما تيجي الشهادة من عمرو أو من عمر وتامر تبقى شهادة مهمة وكلام لابد منه. أما عمر فهو الكابتن محمد عمر. كابتن محمد عمر نجم الاتحاد السكندري، واحد من نجوم المنتخب الوطني ومدافع المنتخب الوطني لفترات طويلة جدا، واحد من المحللين أصحاب الرأي الهادي الرصين يا باشمهندس. هو صوته حتى في رخامة كده، في يعني تقيل، عارف تقيل تقيل، يعني راجل رصين 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 ورزين ورزين الحقيقة. يجي الرأي من كابتن سيد البلد عن الأهلي يبقى كلام مهم. تكملة لبرواز النادي الأهلي، فأنا يمكن بقول جملة يمكن الكابتن وليد اللي عارفها، كمنظومة النادي الأهلي كمنظومة مكتوبة باسم الكابتن، منظومة ماشية أو كنادي مؤسسي، بقول النادي الأهلي هو نادي أوروبي كتب عنوانه خطأ في مصر. نعم، ده كابتن وليد عارف هذا الكلام. جميلة، لأن أنا من أيام لما كنت بلعب وأنا صغير لحد ما رحت المنتخب كنت بشوف بعض الأمور بناء عليها ببني المعطيات اللي جوايا. كان أهم ما يميز لعيبة النادي الأهلي، يعني الأجيال كلها لعبت معها، الخطيب مصطفى يونس، مصطفى عبده، حضرتك حسام حسن، الناس دي كلها هو يعني النادي الأهلي قوة واحدة، يعني ناس بتخاف على بعض، ناس بتحب ناديها بشكل الحقيقة غير مسبوق، رغم ان انا اتحداوي وبفتخر بالاتحاد يعني طبعًا. لكن نادي الاهلي حاجه، بنفتخر بيكم، بنفتخر ربنا يخليك يا رب. لكن نادي الاهلي الحقيقه في سكه تانية خالص، مع احترامي لكل الانديه، نادي مؤسسه، نادي ماشي بنظام، ماشي ما عندوش خيار وفقوس، ما عندوش النجم الاوحد، هو نادي كل النجوم وهكذا. فالنادي الاهلي الحقيقه ما وصلش للمكانه دي يا كابتن احمد وللعدد الكبير جدا من البطولات من فراغ يعني. اكيد نادي ماشي بسيستم معين حتى في احلك الظروف، وشفناها هذا الموسم خير دليل، وبيعود وبياخد الدوري وهكذا. فالنادي الاهلي النادي الاهلي مميز باخلاص لعبته، باحساس لعبته العالي بقيمه هذا النادي. يعني كلام جميل جدا، وان ياتي من الكابتن بثقه محمد. عايز تبارك انت لمحمد عمر، انا عارف. لا عايز لانه كمان النهارده الاتحاد السكندري، انا عارف عايز تبارك له عشان خبريا هو كسب العربي الكويتي في البطوله العربيه خارج الارض، يعني كان بيلعب في الكويت كسب 1-0. لكن بعد المباراه سمعت الكابتن شحت الاسكندراني بيتكلم مع اذاعه الشباب والرياضه، فربط بين الاهلي والاتحاد، ربط بين طبيعة النشأة. قال الاتحاد نشأ لظروف وطنية لمقاومة الاحتلال البريطاني، وكان ناس قال رستم أعتقد زي ما قال أو قال رسمي 3 من المؤسسين، وبيكونوا فرقة يلعبوا ضد عساكر الإنجليز. فبيقول هي دي نفس طبيعة نشأة الأهلي، ده كلام الكابتن شحت الإسكندراني، ده نشأ لأسباب وطنية في مقاومة المحتل والتاني بيقاوم المحتل في الإسكندرية. هذا الربط اللي بينهم قال لك، وعشان كده مش من فراغ انك ما تلاقيش دوله عربيه ما فيهاش اهل واتحاد، في اهل جده واتحاد جده، أيوة. في اهل بنغازي والاتحاد الليبي، في اهل طرابلس، خلي بالك الكابتن شحت سوريا
لف على كل الدول العربية أنا ما كنتش واخد بالي. فعلا أول مرة. الأهلي والاتحاد. كابتن شحتة ده واحد من أرقى وأروع نجوم كرة القدم في مصر. وكان الكابتن صالح يحبه جدا وكان يحترمه جدا جدا جدا. وأنا بقى بأكد على أن الروابط بين الأهلي والاتحاد السكندري روابط تاريخية. أن الموسم باستمرار يبدأ بمباراة لازم بمباراة ودية بين الاتحاد ويجب إحياء هذه الـ هذا التقليد. مباراة بين الأهلي والاتحاد وكانت تقام في الأسكندرية. كان بداية أي موسم. نتمنى إحياء هذه الفكرة. الأهلي كمان في التأكيد على الكلام اللي قاله الكابتن عمر بيحافظ على وضعيته، بيحافظ على شكله، بيحافظ على قيمه، بيحافظ على صورته الحضارية اللي بتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. الزميل العزيز الأستاذ تامر أمين وهو أهلاوي أيضا لكن شاف حاجة مهمة جدا عن الأهلي اتكلم عنها. وقبل ما أسيب الرياضة في لقطة لازم نقف عندها، لازم نقف عندها، مش عشان أنا أهلاوي رغم أن ده شرف ليا طبعا وافتخار أنا بفتخره، لكنها لقطة تستحق التوقف. قلت لحضراتكم امبارح انه صدر قرار من مجلس اداره النادي الاهلي باقاله مارتن لاسارتي المدرب الاوروغواني من تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، صح؟ وقلت لحضراتكم امبارح ان انا كمشجع اهلاوي قبل ما اكون اعلامي ان انا بقول للجمهور الاهلي والنادي الاهلي اكسروا قلة وراه، لانه الحقيقه زي ملايين من جماهير الاهلي شايفين ان هو مدرب سيء ولم يستطع انه يضيف شيء، بل بالعكس هو السبب في اخفاقات كثيره وفي اداء سيء للنادي الاهلي وخساره كاس مصر والبطوله الافريقيه وحاجات كتير جدا. بالاضافه كمان للي هو عمله في المؤتمر الصحفي بعد مباراه بيراميدز والكلام اللي السخيف اللي قاله والتشويح اللي عمله وطلع قال لك انا مش عارف جمهور الاهلي ده غريب قوي مش عايز يخسر. جمهور الاهلي مش عايز يخسر لان دي عقيده الاهلي والاهلاويه لا يقبل الخساره ولا يقبل الا النصر، بما انك مش عارف حجم الفريق اللي انت بتدربه فكنت تمشي احسن. كل الكلام ده كان يستدعي ايه؟ ان الاهلي كان يطرده شر طرده. الاهلي يقول له يلا مع السلامه وشكلها وحش. لكن الاهلي ما عملش كده. ليه؟ لانه الاهلي. الاهلي عمل ايه؟ الاهلي عمل كده. عمل امبارح حفل وداع لمارتن لاسارتي. حفل وداع. تورته وجاتوهات وحاجه ساقعه وميه ساقعه واللعيبه والجهاز الفني والاداري وممثلي من مجلس الإدارة كانوا حاضرين سقفوا له وهنوه وشكروه على الفترة اللي قضاها وقالوا له كنا سعداء بالتعامل معاك وأدي حال الأيام ووجب التغيير. لقطة تقول لك يعني إيه مبادئ وقيم النادي الأهلي. فاكرين حضراتكم لما كان محمود الخطيب في الحملة الانتخابية بتاعته عشان يصل لمجلس الإدارة وكان بيقول إن احنا بجايين ندعم ونثبت ونرجع قيم ومبادئ الأهلي، في ناس كتير ساعتها اتريقوا عليه فقال له إيه أهي دي قيم النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي، إن انت حتى واحد مش عايزه وفشلك وعمل لك مشاكل وبتمشيه قبل نهاية عقده وبتقيله ومع ذلك بتكرمه وبتودعه توديع مشرف. يعني تاني وتالت ورابع وعاشر احنا كل الفقرات اللي زعناها في الاخر دي بتقول ليه الاهلي متفرد، لان عنده قيم تحكمه، لانه عنده تقاليد بتفرض نفسها عليه، لانه بيدار كعمل مؤسسي. الكلام ده الذي كاد ان يندثر في فترة قريبة غامضة من تاريخ النادي الاهلي وصلت ان القيادات يقولوا عن ايه قيم وتقاليد، لأن كان معاهم آلة إعلامية ما بتحبش الأهلي ما كانتش مستهدفة إلا هذا المعنى، يعني إيه قيم وتقاليد الأهلي، وتأتي الأيام يوما بعد يوم عشان تؤكد وتعمق هذا المعنى. وإحنا لو ده المكسب الوحيد الذي استطاع النادي الأهلي أن ينقذ هذا المعنى من براثن التشويه لا يبقى حقق كل يعني أهم الأهداف، حقق أهم الأهداف عشان يفضل هو النادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما
ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله، ليبقى الأهلي دائما زين النوادي، خير ما غنى عبد الحليم حافظ وكتب سمو الأمير عبد الله الفيصل.